حياكم الله مشاهدينا ومرحبا بكم من إمارة الشارقة، حيث الوجهات السياحية والترفيهية والعديد من المطاعم والمقاهي، ومن أحد المطاعم المميزة بمنطقة مويلح تحديدا. نتعرف على المكان، تابعوني. حياكم الله مشاهدينا، ويسعدني ارحب بضيفنا الكريم الاستاذ محمد بن كرم، صاحب مشروع مطعم قماشه. حياك الله وصباحك خير. يسعد لي صباحكم ونورتونا، والمطعم مطعمكم. صباح النور والسرور ان شاء الله. نتكلم بدايه عن فكره مشروع مطعم قماشه، كيف بديت المشروع وسبب اختيارك لاسم قماشه؟ والله المطعم عباره عن مطعم اماراتي. طبعا نقدم فيه المأكولات الإماراتية الشعبية، تقدرين تقولين من مطبخ البيت. جميل. سبب اختيارك لاسم قماشة للمطعم؟ حسيت اسم قماشة مستوحاة من الطراز القديم. بما أن نحن مطعم إماراتي، فقلت أني بحط شيء من اللمسات الأسامي القديمة. نتكلم عن الأصناف التي تتميزون بها وتقدمونها للزباين، وهل تختلف من موسم لآخر؟ والله تشوفي اختي سمر، طبعا عندنا اصناف كثيره ومتميزه، ونتميز طبعا بالريوق الاماراتي، هذا غير العيوش المتنوعه عندنا، والمشاوي والهريس والمضروبه والثريد والحلويات الشعبيه مثل الرنقينه والعصيده والخبيص. جميل. ويعتمد على الموسم. يعني مثلا خلينا نقول على الشتاء ننزل المشاوي والمشروبات الساخنه، الكوفيات بانواعها. اما في الصيف ننزل في نضيف طبعا المأكولات البارده والمشروبات البارده مثل الفينتو سلاش او اللبن سلاش وغيرها. رائع. وهل تختلف ايضا بالنسبه لمثلا شهر رمضان الفضيل؟ يعني اكيد القائمه ايضا تتغير. لا اكيد اكيد، في رمضان طبعا تميز باشياء وايده، يعني اكثر شيء اني على القيمات، السمبوسه، العصيد، الهريس ما شاء الله بشكل كبير ياخذونها، الكرك، يعني مثل ما تقولين هاي الاصناف اللي وايد ياخذونها. ممتاز. جميل. لابد لا شك أن الجودة تعتبر من أحد أهم عوامل إنجاح أي مشروع، فكيف تحرصون على التآمل أو الحرص على الجودة، سواء بالنسبة للأطعمة التي تقدمونها أو مستوى الخدمة وكذلك أجواء المكان؟ والله مثل ما قلتي، الجودة هو عامل رئيسي من نجاح المطعم. فطبعا أنا كصاحب المطعم دوري أني فجأة مرات أفاجئهم بحضوري، أطالع المطبخ، أمر على المطعم بشكل عام، أو أن أطلب عن طريق الطلبات أشوف الخدمة كيف توصلني، سواء جودة الأكل أو الوقت أو عامل الوقت. جميل. وغير هذا أني أطرش الأهل وأطرش الربع يجون المطعم ويعطوني الفيدباك أو الملاحظات على الخدمة أو جودة الأكل. هذا غير طبعا بين فترة أرد أعدل في ديكورات المطعم. طبعا لين الحين تقريبا 3 مرات رديت وعدلت في المطعم. جميل هذا التنوع بما يرضي مختلف الأذواق، يعني هذا الحرص فعلا، يعني فعلا تستقطب كافة شرائح المجتمع. نتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي، يعني ساهمت بشكل فعال في إنجاح الكثير من المشاريع واستمراريتها، فحدثنا كيف استفدتوا من هذه المنصات؟ طبعا في الوقت الحالي تعرفين أي مشروع الحين يحتاج حق السوشيال ميديا، سواء كان في الانستغرام أو السناب شات، المشاهير. المشاهير طبعا شاكرة حضورك معنا. الله يسلمك. ونتمنى لك ولشركائك دوام التوفيق والنجاح يا رب. تشريف لنا. الله يسلمك. الله يسلمك. بهذا نكون قد وصلنا لختام فقرة اليوم، على أمل اللقاء الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم بود، إلى اللقاء.